زقروز الجميلة تحلى سهرتنا بزقروز الجميلة تحلى سهرتنا بزقروز الجميلة بزقروز الجميلة تحلى تحياك زاك روز الجميلة تحلى سهرتنا أكيد يا مضيف تحية طيبة على كل من يشاهد ويتابع شاشة العالي العراقية شاشة زاك روز الفضائية بكل خير وحلقة مميزة استثنائية بحضور معطر بعطر الورود اللي حاضرين ويانا اليوم أكيد النساء الجميلات اللي هن دائما مميزات بكل شيء يا مضيف بالتأكيد وبالتأكيد ما يحلى مسايا ولا تحلى ليال رمضان إلا بحضور مغيث وياي الله يخليك يا رسول مساء الخير عليك والعافية وبالتأكيد مساء الخير والعافية أحبتي مشاهدي ومتابعي شاشة الحب شاشة زاغروس الفضائية بحلقة استثنائية مثل ما قالت رسول بعنصر أنثوي بحت. اليوم راح تكون اللعبة أنثوية نسائية راح تتميز إن شاء الله وتكون حلقة جدا جميلة تنال إعجابكم يا مغيث شوف اليوم أنا جدا فرحانة طبعا نص النسوان يعني أنا اليوم العنصر النسوي البحت فلذلك أنا حلعب وخوش العب إن شاء الله ها؟ بس إحنا قوانيننا نفسها منا فريقك ومنا فريقي يا مغيث فريق. لعبة بحيرة الزاكروس زين تحية بطقوس رمضان بالعادة بلعبة بحيرة الزاكروس نعرف متعرف عليه الرجال يكونون دائما بس اليوم كسرنا القاعدة كسرناها صحيح؟ اليوم زاكروس كسر القاعدة بالضبط لأن لعبة محيبس زاكروس تحيي التراث البغدادي القديم ولعبة محيبس ويا زاكروس غير تجمع العائلة العراقية وتجمع هاي الوجوه الطيبة دائما في حلقاتنا الجميلة والمميزة نحكي على محيبس زاكروس محيبس زاكروس هذا اليوم حضروا وياي حتى ما أنسى هذا محيبس زاكروس قوانين جدا بسيطة كل فريق يتكون اليوم من 6 أفراد أي فريق يوصل إلى 10 نقاط يكون الفائز متفقين تمام عندنا جوائز قيمة جدا اليوم راح تكون توزع للفريقين اليوم لا اليوم ما نكسر بخاطر الفريقين بس هذه تجي بالتالي يا مغيث بالتأكيد خلينا نذكر الهدايا الجوائز. اللي موجودة والحاضرة ويانا اللي هي من شركة السلطانة لينا ناخذ هدايا وباكيجات ثمينة مقدمة من شركة السلطانة لينا الكائنة في المنصور شارع عبو جعفر المنصور مقابل الحلواني بالضبط شارع فلافل الحجي موجودين طوال شهر رمضان عندهم باكيجات تجنن كلش تمام إضافة إلى جوائز قيمة جدا من شركة توبر واللي عبارة عن باكج كامل متكامل من شامبو مكيف وحمام زيتي بالإضافة إلى جوائز قيمة من شركة محلات عدي وعلي التميمي في الشورجة عمارة مريم إن شاء الله تكون الجوائز نال إعجابكم وتستفيدون منها وبعد عندنا جوائز متخلص جوائزنا اليوم يا الله اللي هي بالتأكيد اليوم عندنا خدمات مقدمة من الكوافير بسام هاي لنساء الجميلات الرقيقات صدق هاي تفيدهم كلش تفيدهم يعني بالعيد يلحون يتلوزون كلش تمام إذا نبلش بحلقة محيبس زاكروس الحلقة الاستثنائية النسوية الفريدة من نوعها بالضبط فإذا أول ما نبلش خلينا نحكي لكم سالفة بسيطة وسريعة أنا ورسل راح نبيت المحبس فتكون عندكم 4 عظمات نبلش من اليمين تختارون يعني مثلا هيك تقولوا لي بهاي المحبس تختارون وحده وراها فريق يختار وحده اللي يطلع المحبس هو اللي يبلش بالتنافس والتحدي متفقين تمام اذا على بركه الله على بركه الله ونقول يا الله بسم الله يلا يا رسول اذا راح يكون محبس زاكروس في ايادي امين ان شاء الله لهذا اليوم يلا يا فريق رسل يلا خال اختاري ها استنقي لا اختاري لا وحده تقولين بها محبس وين تتصورين المحبس اختاري وحده هاي نزليها زين نجي على فريقي اختاروا ايد وحده تحسون بها المحبس منو منكم راح يختار جابها
جابوه فريقي. اذا يا مغيث يا دقة بسيطة اريد اسمع الفريق. للامانة حاولت اغشش فريقي بس فريقي ما كان وياي. وتعترض وتعترض كل الشباب. اي دائما انحاز الفريق بصراحة. بالتمام خاصة اذا كانوا اناث اليوم ان شاء الله منوراتنا ومشرفاتنا في برنامج محير الزاقروس، لكن شاءت الاقدار وفريقي راح يبلش بالمنافسة وبالتحدي. اللي اريده منكم ترشحوا لي وحدة من عندكم تبيت المحبس بيديناتكم. واليوم انا اللي اطلب من عندكم انه وحده تنوب عن الفريق تطلع المحارس. يلا يا تعالي مريم، تعالي تعالي تلي هنا. تمام. تعالي تعالي تعالي، انت راح تبيتين المحبس. شلونك مريم؟ يوم منورتنا ماكيره مريم لطيفه جميله. مريم تفوزين اليوم ان شاء الله. ان شاء الله تدبريها تبيتين المحبس. اول مره طبعا انا العب محبس بعد مرور سنين. حلو بالطفولة. حلو لعبتها بالطفوله. إذن أمورنا طيبة إن شاء الله. إن شاء الله أريدك شو تسوين؟ يعني نرجع الطفولة اليوم. نرجع الطفولة ونحيي تراث بغدادي قديم. تمام يا مريم؟ لكن بلمسة نسائية بحتة. بالضبط. زاقروس ما تخلى من المفاجآت. أكيد مو بالله؟ مفاجآتها كلش جميلة. أنا اليوم صراحة تفاجأت بهذا الشيء. شفتي حتى أنت تفاجأتي. يلا يا مريم. إذن يا مريم بيتي؟ بيتي من المحبس؟ عن الفريق. فراح تبلش المسابقة والتحدي ما بين فريقي وفريق رسل، فريق النسوية وفريق رسل. هم الفريقين فايزين بس اللذة بالانتصار. بالانتصار والنصر. نعم. من تطلع انت هنا فايز هاي تحكي. اذا اكيد يا مغيث خلينا نحيي الفرقه اللي حاضره ويانا اليوم. زهير لديكم الفرقه، المطرب الفنان الراقي المبدع، واكيد الفرقه اللي ترافقنا طيله شهر رمضان. بالتاكيد. اذا اول ما نبلش بالتحدي والمسابقه في برنامج حيف الزاقروس، البرنامج اللي يلم العائله العراقيه من خلال هاي الوجوه الطيبه وهاي الاجواء والليالي الرمضانيه الشيقه. رسول انت شو احد يقدر يطلع الباص من فريقي؟ فريقي فريقي منو راح ينزل اليوم ويطلع الباص؟ هلا بخالتي. هلا هلا طيني 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 رسول. تعال خاله، تعال خاله. ايش راح تعالي لي هنا اول شيء هنا؟ بس قولي ايش راح تسوين؟ راح اطلع المحبس. قدها يعني راسا. يلا يا الله خلينا نشوف خاله ومصعب ايش راح تسوي. يلا طقي بطل تلعب. ايوه ده تبدع. تلعب وخوش تلعب، شجعوها هيك راسا. فتحي فتحي جيبه جيبه. مين هاي؟ دقوله عمي. شو رايك خاله؟ والله تلعب. يرجع يرجع. خاله كلش راح تجيبي. تلعب وخوش تلعب. لا 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 خطيره خطيره خطيره. لا لا خاله شنو؟ جيبه عمي جيبه 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 جيبه. ارجع خاله. والله سناء ورطتك؟ لا معتمدة على الحدث ماتت. إذا سناء ورطتك على الحدث. الله عليك أستاذ حسين. أول نقطة لنا شو تسمعنا؟ الله يخليك. إذا رسل سجلي نقطة إلية. إيه تعرف شلون حقاني إني ما يضعش. يلا أستاذ حسين راح نسمع. هلا بخطارج يا هيفاء الحسيني. 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 هلا بخطارج. حياك. هلا بخطارنا. هلا ومية هلا بالتأكيد. بيتوا يا خطارنا.
خطارنا بعدهم كانوا مستمتعين بالمربع البغدادي. احنا اثناء المسؤولة مريم اريدك تبيتين، بس هالمرة تبيتين زين، مو تصيدش ام مصعب راسا. يلا اذا احبتي المشاهدين، في اول جولة حصل فريق مغيث اول نقطة وفريق رسل صفر. يا نتابع ونشوف. تفرح تفرح، بعدنا احنا في البداية نقطة لازم افرح بيها. لا تفرح هواية، احنا بعدنا علبة. اذا مستمرين في بداية حلقة محيب الزاقروس، الحلقة الاستثنائية اللي رسل مكيفة بيها كلش. طبعا انا جدا افرح اكيد. نصف الاناث والنسوان اللي شرفوا فينا اليوم. اليوم انا احس بروحي يعني اني وسط النسوان. اي برضه يعني جماهيرك. جمهوري بنات وشباب يعني مختلف عن باقي الحلقات. ان شاء الله تكون حلقة شباب. هاي الحلقة لا هاي الحلقة احسها تخصني. ان شاء الله. زين دائما اقول لك ائتينا باقوى رجالكم، هالمرة اقول لك ائتينا باقوى نسائكم. منو؟ منو يطلع البات؟ تعال خالة تعال. تفضلي تفضلي. يلا يلا لازم تقومي تقولها بالطلاق الا تقومي. شلون بالله شلون من هي بس لحظات قومي خاله مصعب بس قولي ليش قلتي لها يلا يلا تعال تعال يلا يا الله يلا تفضلي ايش راح تسوين يا الله مركزه قعد يا الله يا الله فاتحة خير يا رب شجعوها كلام خطير هذا جيبه 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 لبا جيبه الو ويلي الله طلعنا النسوان لعبنا محيب بس احسن من الزلم وينه 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 ويرجع عافية عليكم عافية عليكم بس ترى ما فيك ما فيك النسواني لعبة المحيب بس احسن من الزلم عمي استاذ والله العظيم يا بشدز بالعيد شدز بالعيد قلبي الك عيدي يا شدز بالعيد ويلك عيد او شدز بالعيد قلبي الك عيدي او شدز بالعيد قلبي الك عيدي يا شدز بالعيد قلبي الك عيدي افراح وتهانى افراح يومي يا شدز بالعيد قلبي يا شدز بالعيد قلبي يا شدز بالعيد يا شدز بالعيد قلبي يشعيد شدز بالعيد حتى يطلعوا لي محيب الزاقروس يا فريق عمي يلعبون على اخر عظمه رسل لا لا انا ما اقدر العب بالنيابه عنكم ما اقدر انتوا تلعبون يلا خلينا نشوف مريم من جاي تقولي لها نخشش تعالي 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 شلونك شو اسمك شهد صح تسوي شهد يعني عبرت من المدرسه عمرك كان اخر مره لعبت قلت لهم البدايه طلعوني ما طلعوني وهسه ايش قد عمرك كلش حلو يعني راح ترجعين ايام الطفوله كلها خلينا نشوف الدعاقة شو تسوين بأيام الطفولة هذا الفريق كله معتمد على جيبنا يا تعالي يلا يا شهودة والله العظيم أستاذ شو عندك الحساب يجي يضل بالمدرسة والله شنو حلو قبال رأسا مهيمن ايوه شجعوها 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 جيبة شو السالفة يرجع أخذ الواحد قامت تمشي ثالث نقطة أستاذ حسين آخر واحد ثالث نقطة لها إن شاء الله إن شاء الله تسلم يخليك الله ومية هلا مية هلا يا رمضان مية هلا يا مرحبا ومية هلا يا رمضان يا مرحبا يا رمضان مية هلا يا رمضان
العيشة هي مدبر، العيشة هي مدبر، قوة الباري الرحمن. يا مرحبا يا رمضان مية هلا ويا مرحبا يا بمية هلا يا يا رمضان. مية هلا مية هلا. مغيث أنا أقول لك تفرح لأنه فريقي زين لا يلعب يلعب اخو عمي ماكو يطبون اصلا طوق 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 اللعب الخطير اللعب النظيف. مريوم بيتي مسيطرين، انت ليش من هالسفارزه؟ ضم ايدك. منو راح ينزل؟ حلو مسينه راح تنزل ضم ايدها. ليش فارزه من هالسه؟ مسيطرين فريقي بحيث من هالسفارزين فريق اقوى نسائكم اقوى نسائكم يا خاله. تعمرين انت خاله هذا تشجيع الفريق رجل. خلينا نشوف. حلو. ترزي. شكين ديما شكين مريم فار اقول فار بيتي تعمل شي الباص احبتي المشاهدين شفت شلون سجلت الواحد باي باي مو هي هاي الحلقه استثنائيه بكل شيء بحيث هي قالت لها طقي المفروض نرجع الباص قالت لها لا اخذي اها تخيلي شلون مريم يعني قد بس فريق يريد يكتشف قدراته انه شلون يطلع المهبل بيتو يا عمي خلينا نشوف شاحب بيتو يابا فريق هسه تعطيتو هديه من طالعين انت بس عشان شلون يلا شلون رسول يلا يلا بالريش بالريش الله تفضلي رسول تقول اخذه شنو اسمك؟ فاطمه راح تجيبيه؟ يلا نزلي يلا يا فاطمه ما راح اتعبك مثل ما اعطيتيهم اياه جيبيه خلي نشوف فاطمه تلعب لو لا يلا نتابع يلا تلعب فريق رأسه مبارز مباشرة صفر عفيف تلعبين يا فاطمة تلعبين لا خوش تلعب تلعبين وضعنا كم عمره بقعد عندي لا تعب ماش فاطمة بقت لها ثلاث عظمات. حظنا اوفر يا فاطمة. ها سال. بيتو 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 يلا ايش حسن يلا يا قاضي. شيل فريق رسول. ان شاء الله. اليوم احنا عيني. نسمع مربعة بغدادية تراثية مع أستاذ حسين القيسي. يا قاضي المحكمة رجع لي محبوبي يا قاضي المحكمة رجع لي محبوبي أو يا قاضي المحكمة رجع لي محبوبي أو يا قاضي المحكمة رجع لي محبوبي
اشوف دربي وامشي مقلوبي يا قاضي المحكمه رجع لي محكمه او يا قاضي المحكمه او يا قاضي المحكمه رجع يا بي قاضي المحكمه رجع لي محبوبي يا قاضي المحكمه رجعوا لي محبسي يلا بيتو فريق رسول سيطرين قاعدين عقال كلش تمام يلا فريق رسول يقول لك هالمره تجيبي لديكم لا فاطمه اليوم مسيطره فاطمه يلا وياها رسول خلينا فاطمه ايش راح تسوي قافله بس لكن عيني فريقي ما راح يطي شوفي افرز راسك افرز 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 هذا الدفتر الكبير يلا ليش بطيئه لا تعبين عيني يقول لك ليش بطيئتي صفق يقول لك ليش التعبينة استعجلي يلا يا فاطمة ليش يا فاطمة ليش حاليا تعادل يا مغيث اني فريقي بيض وجهي واحنا طيناكم يا وتورطنا هاي مشكلة طبعا تبيضون الوجه والدنيا كلها شلون شلون مريم بالتاكيد لا مو انت احس باحباطك يا مريم بس هسه رجعت لي العافيه زين عيني ام مصعب بيتها يلا يلا عيني ام تعالي ام علي تقول استعجل لان تعبوني شو اسمك شو اسمك اول شيء؟ جمانه يلا يا جمانه جيبيني للحبس ولا نتابع ونشوف فرزي فرزي يلا شجعوني جمانه اذا حاليا يا رسل النتيجه ثلاثه كل تلعب وخوش تلعب شجعوها كلهم اللي يلعبون وخوش يلعبون امانه وصراحه لكن حاليا النتيجة 3 كل لفريقي 3 ولفريق رسول 3 وان شاء الله يدللون حليف فريق رسول ما دام الفريقين فايزين ان شاء الله ما عندنا مشكلة لا هم ما الفريقين يفوزون بس حنشوف جمانة صفق جمانة ما مصعب ماشي يعني العش ماشي يعني أرقى لعبة محابس بالدنيا عيدوها شنو ايش صار ايش صار ام مصعب؟ عيني غششوها ها ها ام مصعب احنا نعطيكم يا عادي انتوا لا يلا يا ويلي عيني اذا احنا نعطيناهم المحبس رضوا رضوا فريق رسول عيني احنا بس ما نعطيهم بس تقبلون بس جمانه هي راح تجيبه جمانه اذا يا جمانه استعجلي لي لان الوقت بدا يداهمنا طق الثانيه يلا يا جمانه ابرز يلا يا بطله طق هاي تقولها جمانه شويه شجعوها يلا صوت عالي اوكي مربع لين صاروا أربعة يما بعد اي يما بعد ما اريد يما بعد ما اريد يما بعد يما بعد يما بعد ما اريد خلصيني من ايدي يما بعد ما اريد بدو بعد ما اريد خلصيني من ايدي يما بعد ما اريد اللي خلاني اول علي راح اجي واللي خلاني اول لحقي علي راح اجي قلبه علي مايح قلبه علي مايح خلصيني من ايدي يما بعد ما اريده بدو بعد
استسلم واطلع. انا ما استسلم ومعروف علي للرمق الاخير فريقي. اربعه من راح ينزل من فريقك يا مغيث؟ الوقت بدا يداهمنا يا فاطمه. يا فاطمه اليوم قافله على القضيه، ان شاء الله تجيب لنا. نتابع ونشوف ان شاء الله ما تجيب لنا اياه. تلعبين فاطمه؟ تلعب وخوش تلعب. يلا يا فاطمه. لا تشوفيها عرقت ام مصعب عرقت فيه. فاطمه فاطمه عرقت ام مصعب مبين بايدها المحبس. ما حالتنا احنا فريق على ان شاء الله سوا. حتى صرت كريمه ونقيتي. يلا يلا فاطمه يلا لا تياسين ابد ان شاء الله. شوفوا من الوجوه تبين، من الوجوه تبين. يلا قولي يا الله يعني هات رسول. اريد تتابعين فاطمه خطوه بخطوه. ما فاطمه حتجيبي هاي المره الاولى ان شاء الله. والله يا فاطمه ان شاء الله ما تجيبي. يس انا اريد فريقي يفوز من حقي. صفق عافيه. يلعب وخوش تلعب. تلعب وخوش تلعب. طق هاي. تلعبين 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 تلعب. طق الثانية. طق الثانية. لا مو غش، انا اعطيتها وجهه نظري وتبقى فاطمه هي صاحبه القرار بالاختيار بالتاكيد. ويلي انا يا شطاري. يا مرتي تقول اي مرتي تقول شايب بعد ما اريده. مرتي تقول او ليش تقول يا النتيجة. سبعة تريد بعد؟ جمانة مو؟ جمانة باعي باعي تقبليها؟ يلا لعد يابا. سبعة ثلاثة. سبعة سبعة لفريق رسل، ثلاثة لفريق مغي. صرنا كرماء ونطينا وتورطنا. يا أبو سعد يا أبو سعد بطلة بطلة. حسدوهم عني. ترضوها انتم؟ ترضوها يسوون ابو سعد ابو سعد؟ اوه بيتوا جماعه ابو سعد؟ اسمع اسمع حلم تاخذوه الله حلم. خلقك اعطيناكم اياه والله. لا لا ثمانيه ستو ها ثمانيه ثمان. مريم انت بكل شيء مرتبتنا بالقناه، رتبينا هسه بهاي. راح يجيب يلا يلا مريم. راح يجيب الوقت بدا يدار. مريم يلا يا مريم. يلا يا مريم. يلا يا بطله. أماننا وياك يا مريم. مريم رجلي قدام ورجلي ورا. خايفة. دقولها المريم دقولها. يلا. العام
يا عيني تكره الجنة يا مرت العام يا بهت مرت العام يا عيني مرت العام يا ياب تكره الجنة أول يوم جيت من الشغل تعبان لقيت عيالهم واصل سبع جيران بطلني العجايز نعلن الشيطان لي هسه بدي باقي الحنة يا مرت العام يا عيني تكره الجنة ومرت العام يا يابا ومرت العام يا عيني يابا مرت العام يا عيني تكره الجنة. هل فعلا يا رسل انه مرت العام تكره الجنة؟ والله بصراحة ما بعرف. ما بتعرفين؟ لناتنا نسوان كلها كلكم تعرفون هذا الجواب. لناتنا نسوان لازم نسألهم إلهم. يعرفون بصح؟ الجواب. بصح؟ تمام. نسأل ماريان. ماريان ماريان. العمة تكره تشنة لو لا؟ طبعا لا. ليش؟ تعتبرها بنت الثانية. الله عليك. إي. خلينا نشوف معالي خلينا نشوفهم علي لحظة. يلا. شلون؟ أشوف أمي. تعاملها ويا تشنة كأنه بنتها. إي. الله يحفظها لكم ويحفظ الجميع. يعني هذه بالنسبه لامي ايه؟ اشوفها يعني وقدوه. حلو ايه؟ عاشتي لك والله يحفظها. اشوف راي اخر. اشوف راي اخر ومن راح ينزل من فريقك يا مضيف. يلا انت بي ما تشوفين الراي الاخر. هاي يا ام علي تكرهين تشنل ولا بعد بعد يعني ندلل الحيمات وصال. والله العظيم بالقران عمليها عليك والله العظيم يا بنتي. لا لا نور تعالي انت هاي بنتي. يلا راح ينزل اليوم نور راح تنزل تكسركم. يلا تعالي نور اليوم طلع على المحبس. يلا يا نور شفت شلون نفختك. يلا يا مغيث. يلا خليك شويه نور على مود شنو. يلا يا نور تسوي. اها حلو تلعب. انا اذا نوه على فقره انه المسكين اساس ليش ما لقيتوني. تسعة بعد واحد. يلا هذه الجولة بعد نقطة يا سادة هذه الجولة الحاسمة فهاي إن شاء الله يا رب يكون فريقي هو الفائز يا رب. هذه دعوة صايم. خلنا نسمع أستاذ حسين إيش راح يقول لنا. بلكي الله تنقلب النتيجة. لا تنقلب يا الله. لحد يا ربي شلون تاليها لحد يا ربي شلون تاليها كرد وعرب خليني حييها كرد وعرب خليني حييها لحد يا ربي شلون تاليها لحد يا ربي شلون تاليها كرد وعرب خليني حييها كرد وعرب خليني حييها لحد يا رب شلون تاليها لحد يا ربي شلون تاليها كرد وعرب خليني حييها كرد وعرب خليني حييها يا بكرد وعرب خليني حييها. الله عليك الله عليك يا سالم. حياك حياك حياك. بالتأكيد يا رسل كرد وعرب أخوان جسد واحد نفس واحد كلنا واحد إن شاء الله. ان شاء الله العراق متوحد باهله وناسه الطيبين وبهذه اللمات. بالتاكيد احنا باعتبار توصلنا لاخر نقطه واني فريقي كنا معيس بس شوف شوف جمهور ايش يقول. محبس ضاع ما ظن بعد تلقونه المحبس ضاع ما ظن بعد تلقونه هاتونا بقوتكم. اي حجينا وحده قويه. اي نشوف فاطمة فاطمة
تعال بالله خليتين السؤال قبل ما تعال. تعال تعال كم تعال تعال ليش نطيتيهم يا فاطمة؟ فاطمة ليش نطيتيهم يا؟ إيش ما أدري، بعد هي حظ. أنت نطيتيهم يا؟ يوم إنه خسارة ويوم إنه ربح. وياك أنت من نطيتيهم يا؟ كنت على أمل إنه تروحين وتاخذيه. أكيد. زين الأكيد وينها فاطمة؟ كله بسبب مصعب. ويلي على مصعب. هي القائد مال الفريق. فتخدعنا دائما. زين فاطمة هسه رسل تعالي لي هيك بمن شاكه، شوفي اليوم كلهم بمن شاكه. ها انت طقيتيها خلاص بمن شاكه؟ هي طقت ايد عظمتين. حددي لي وحده شاكه بيها. لا تباعون عليها دنقو حتى لا ترتبكون. 60% بال 60% وبقت 40% وين؟ وال 40% وين؟ تمام. مغيث خلي نشوف. لا مو صعب. لا 20% هنا وايد لا صارت هاي. لا 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 يعني لا خلي نشوف خلي نشوف خلي نشوف يلا خلي نشوف يا فاطمة خليها خلي اخر شيء هنا طقتي تلعبين نريد تشجيع الفطومة هاي اخر نقطة لازم لازم بكي ترجع بالنتيجة جيبه جيب الباد جيبه جيب الباد جيبه جيب الباد جيبه يا خضر الياس منك اطلب مرادي يا خضر الياس منك يا خضر الياس منك كردستان شمعة وتغوي ببلادي يا خضر الياس منك او يا خضر الياس منك وكردستان شمعة وتغوي ببلادي يا خضر الياس منك اطلب مرادي شمعات الخضر مشتعلة من ناري من كثر البكي ملوا هلي وجاري إلهي شلون وانت بحالي تداري إلهي شلون وانت بحالي تداري وحق النبي والحمزة وعلي الهادي يا خضر الياس منك أطلب مرادي يا خضر الياس منك أو يا خضر الياس منك يا خضر الياس منك اطلب مرادي تحية للفريق تحية شنو مصعب تحية شنو تحية لفريق خصوي تحية لفريق خصوي لا السيفا اول مرة السيفا ديرة القناة هي الخير والبركة تصفيق السيفا تصفيق قوي زين مصعب فريقي خطية لا اليوم بعد انتهى شوفي ليه نطيتيهم اياه مبارك مبارك الفوز مبارك 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 الفوز مبارك 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 الفوز مبارك مبارك يا بعد الروح وبيك القلب مجروح مبارك يا بعد الروح وبيك القلب مجروح مبارك مبارك الفوز مبارك 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 الفوز مبارك مبارك يا أغلى الناس يا تاج فوق الراس مبارك يا أغلى الناس يا تاج فوق الراس قلنا إلك حراس أحبابك وجارك مبارك مبارك الفوز مبارك 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 الفوز مبارك 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 نغني لك ونسمع مواويلك مبارك نغني الحمد لله والشكر زين مو احنا نطيناكم يا مصعب شلون شلون المبارك بس لنا زين الفريق النسائي ماكو ابي قاعده تشوفين خطيه
مسطرة مسطرة أه. خلينا نشوف. مبروك الفريق سترسيل فازوا بجدارة. الله الله. يا مغيث يا مغيث أنا ما أحكي الفريق يحكي والفوز يحكي. لا أكيد اليوم واضح الموضوع. مبروك لفريقي. مبروك لفريقي. حظ أوفر لفريقك. إن شاء الله يحالفهم الحظ المرات القادمة. إن شاء الله. أنا أحب أقدم شكر وامتنان للفرقة اليوم اللي هي أمجاد. بالتأكيد أستاذ حسين القيسي وأخو عمد القيسي والفرقة ما تهونون. عاشت إيدكم كفيتوا ووفيتوا في برنامج الحياة بالزاقروس اللي دائما يقدمون أجمل المربعات البغدادية التراثية اللي تحيي هذه الطقوس القديمة البغدادية اللي تعيدنا وترجعنا الأيام الزمن الجميل. فلعبتنا محير الزاقروس بها الجوائز القيمة اللي تقدم للفائزين وللخسرانين. هم اليوم حتى الاستثنائية. اللي مو فائز ويانا هو فائز. ماكو خسارة أبد. مشاركتكم جيدة. اليوم حتى الفائز هو فائز. مريومة خسران فائز. ان شاء الله ويا زاكروس ماكو واحد خسران. لا ماكو واحد صحيح نهائيا. مجرد ما شاركتوا هذا فوز طبعا. اكيد اكيد يا مريومتنا الجميله كل الهلبيت وكل الضيوف نورتونا وشرفتونا. واليوم اضافه في عمر برنامج محيب الزاكروس حضوركم. مو بس اضافه وانما طفره نوعيه اختلاف جذري بالبرنامج اللي اضاف نكهه جدا جميله. لعبه مختلفه. هذه اول مره في عمر محيبس بصورة عامة يكون لعبة محابس بين نساء ونساء. وأجمل شيء بالموضوع وصراحة أنا كنت متونسة جدا. بالتأكيد رسل موضوع صدمني أنه الطب كنا تونسنا وياكم. استمتعت كلش وفرحانة جدا وهذا يعني يوم حلو يوم مميز بحضوركم. مميز وفرحانة كلش وياكم. حتى بالخسارة فرحانين. ماكو خسارة. بالتأكيد يا مريم ماكو خسارة. ما أفكر أنه أكو خسارة نهائيا نهائيا. كل الهلا بيكم على راسنا وشرفتونا ونورتونا. نورتونا. إذن يا رسل اللي ردت أقوله أنه النساء اليوم فاجئوني أنه الطب رأسا طوق طوق طوق. إذن عندهم حدث عندهم فراسة. بالضبط عندهم انتباه شديد. شوفي هو هذا الموضوع يرجعني إلى موضوع اللي هو انه دائما المراه ان الزوجه تلقف رجال رجلها اذا عدى شيء قبل الصيده. فالنسوان اليوم بالمحيبس قبل راسا تعرف من النظره تصيد المحبس. يعني شو نقول نفس العبيد نفس العبيد. ابد ابد لا حدس النساء يعني جدا قوي. دير بالك تلعب. لا تلعب بذيلك نقطه راس سطر. اذا خلينا نبلش نوزع الهدايا. يلا يا رسل هذا اليوم نوزع للفريق الفائز بدايه من اليمين ثم ننتقل الى فريق الجميل اللي شاركنا اليوم ونعطيناها وهي فرصة. يلا هذه الهدايا مقدمة من شركة السلطانة لنا. عليكم استاذ حسين القيسي ابدعت اليوم
نريد نسمع مربعة بغدادية أصيلة حتى من بعدها إن شاء الله يكون ختام حلقتنا لهذا اليوم، الحلقة الاستثنائية المميزة بين هالوجوه الطيبة هاي. صح سمعنا صح حبيبي. ليش قلتي له نعم للقاضي؟ للقاضي ايش قال لي؟ شو قلتي نعم للقاضي؟ وليش قلتي له نعم للقاضي؟ وش قال لي؟ شو قلتي نعم للقاضي؟ وليش قلتي له نعم للقاضي؟ وش قال لي؟ شو قلتي نعم للقاضي؟ أحبتي مشاهدي شاشة الحب، شاشة زاقروس الفضائية، في هذه الحلقة الاستثنائية المميزة من برنامج محيب الزاقروس الختامية، شو راح تكون اليوم يا رسول؟ يا مغيث، أنا بحضرتك اليوم مفاجأة بصراحة. وهي؟ مفاجأة فريدة من نوعها. يا الله. هي راح تكون نعم الطبق الرئيسي لهذه الحلقة. يا الله، اللي هي؟ مو بس حضور اليوم النساء، لا نعم. اليوم شرفتنا ونورتنا نعم. مديرة مقر قناة زاقروس الفضائية ست هيفاء الحسيني، أكيد نسمع تشجيع وصفقة صفقة ست هيفاء الحسيني. حبيبي ست، اليوم كانت حلقة مميزة رائعة راقية بحضورك أكيد. وطبعا هواي سعيدة أنه أشارك المحيبس وأيضا أكون متواجدة هنا، سعيدة هواية بهذا التجمع الكبير، الناس فرحانة، فاز فريق الرسول. كانت حلقة مميزة للنساء يعني، وهاليوم نشوف النساء تلعب المحيبس وتفوز به، فشيء إيجابي كلش، وإن شاء الله حظ أوفر لك مغيث في الحلقات القادمة. وهذه احتفال بسيط بحضورك أكيد، هذا قليل بحضورك لكن اليوم نورتينا وشرفتينا، وهذا شيء اليوم يعني إضافة. شكرا جزيلا، أنا أحب أدعم الكادر وأدعم كل البرامج، وما شاء الله ما شاء الله مميزين وكادر مميز، وأشكركم وأشكر كل الكادر اللي خلف الكواليس، أشكر المخرج ياسر، أيضا المصورين الجميلين، الإضاءة كلهم أدوا فتشي كلش كبير، مميزين كنتم، فرحانة وقلبي كلش فرحان، ما تسعوا الفرحة، لأن نجاحات الحمد لله وقدرت قناة زاقروس من خلال برامجها في رمضان أنه تضع بصمة حقيقية بالإبداع والتميز، وهذا مو حكي لكن هذا حكي الجمهور وحديث الناس، الحمد لله قدرنا أن نصل. أشكركم مميزين. نحن نشكر الست، نشكر هذا الدعم، هذا الدعم اللوجستي اللي قدمتي لنا اليوم، هذا بحد ذاته كافي بصراحة. يعني ممكن أقول لك أنه أحلى شيء سمعته من بداية رمضان لليوم هذا أنه إحنا بيضنا وجهك، الحمد لله، وإحنا إن شاء الله دائما نحسن ظنك، قدرنا أنه نلتقي بالبرامج ونصل إلى المشاهد في كل مكان، ودخلنا بيوت كل العراقيين، الحمد لله. أشكر كل كوادرنا المتميزين، شكرا للمخرج، شكرا لكل شكرا للمبدعين شكرا لكم. إذا وياك ست، ستنا جميلة، أحبتي مشاهدي شاشة زاقروس الفضائية، نسمع المربع الجميل مع ست هيفاء الحسيني حتى نختم حلقتنا الجميلة لهذا اليوم، فتصبحون على خير. نبقى للأبد هدفنا واحد، نبقى للأبد هدفنا واحد، لا تفرق عدنا وطائفية، لا تفرق عد طائفية، هلا ويا نور عيني وهلية، هلا ويا نور عيني وهلية، كردي دار حلوة نبقى للأبد هدفنا وطائفية، هلا ويا نور عيني وهلا ويا غالي.